بعتقد أنه كل مصيرنا رح يكون عرضة للتخريب والتدمير إذا استمرينا هيك. كل مدنيتنا وحياتنا معرضة للخطر، سينجم عن ذلك هجرات قسرية خارج الوطن إذا توفر شيء بديل، سينجم عن ذلك مشاكل سياسية اقتصادية اجتماعية، أقل ما فيها إنه المواطن ومجاعات وعطش. كانت المي هاي يعني مجهدة، يعني مجهدة ماديا، يعني أنا كل أسبوع لما تنقطع عند المي مرة مرتين هاي مشكلة بالنسبة لي، يعني أنا هاي الواحد يعني وضعه ودخله محدود. يعني هذا العام والله زيادة، يعني خلينا نحكي من قارن بالسنين الماضية يعني حوالي 70% 80% من العامين الماضيين. أكثر إشي البيوت اللي بيطلبوا المي، أكثر إشي اللي بيطلبوها الناس يعني اللي هم الشعبية، الحارات، المناطق الشعبية بالنسبة لانقطاع المي عندهم. كل أسبوع يعني تصلني مساء الجمعة، تستمر لغاية يوم الأحد، بس هسه والله الفترة الحالية صارت المدة تكسر شوية وصرت ما باخذ حصتي الكافية. يعني هذا الموسم كان ضعيف بكل المعايير من المواسم الشحيحة مائيا، حيث أن الهطول لم يزد عن 60% من الموسم العام، وكانت توزيع الأمطار على فترات متباعدة، وبالتالي كان في معدلات التبخر عالية مما أدى إلى انخفاض مخازين السدود. بداية تأسيس الدولة كانت حصة الفرد بالأردن تزيد عن 3400 متر مكعب سنويا، نحن نتحدث اليوم عن أقل من 80 متر مكعب سنويا، وبالتالي هذه كمية مقارنة بالدول المجاورة، يعني في دول كميات المياه تزيد عن 1500 متر مكعب. لا شك أن هذه الحصة قليلة جدا مقارنة بالدول المجاورة بدول العالم. خط الفقر المائي هو 500 متر مكعب سنويا. أزرع زراعة صيفية وأثر علي، يعني أنا استثمرت بالأرض كثير يعني ماديا، وجرفت وعملت واشتغلت، لكن أثر علي ما فيها هسه الآن مردود، يعني كله قاعدين إحنا نخدم الشجر، لا أمل لبعد 5 سنين نقدر نأخذ إنتاج منه.